بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى معالجة نموذج اختبار الفصل الثاني في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة الأولى من التعليم المتوسط، وبدون إطالة مع الوضعية الأولى المقترحة عليكم التي جاء فيها ما يلي: من أجل التأكد من هذه العلاقة الرياضية V تساوي 4 على 3 R تكعيب في P، أحضر أستاذ العلوم الفيزيائية الوسائل التالية: أولا كرية معدنية، ثانيا القدم القنوية، ثالثا مخبارا مدرجا، رابعا الماء. في السؤال الأول يقول: ما دور كل وسيلة في التجربة التي سيقوم بها الأستاذ؟ ثانيا فيما تستعمل العلاقة الرياضية V تساوي 4 على 3 R تكعيب في P، ثالثا إذا كان قطر هذه الكرية هو D يساوي 2 سنتيمتر فكم يكون حجمها؟ ومن أجل التحقق من قياساته ومن هذه العلاقة الرياضية، وضع كمية من الماء في المخبار المدرج حجمها V1 أو V0 تساوي 60 مللتر، ثم غمر الكرية في الماء الموجود في المخبار برفق. المطلب الرابع: فما هي التدريجة التي يستقر عندها السطح الحر للماء بعد غمر الكرية؟ إذن على بركة الله مع مناقشة هذه الأسئلة لنجيب على السؤال الأول: ما هو دور كل وسيلة من الوسائل التي أحضرها في التجربة؟ إذن فالكرية المعدنية أحضرها من أجل حساب حجمها، ثم من أجل حساب كتلتها، قياس كتلتها كذلك، ثم التحقق من العلاقة. إذن هذا بالنسبة لدور الكرية. الوسيلة الثانية القدم القنوية لقياس قطر الكرية، بينما المخبار المدرج لقياس حجم الكرية من خلال الماء أو بدلالة ارتفاع مستوى الماء. الماء تغمر فيه الكرية المعدنية لنتمكن من إيجاد حجمها. السؤال الثاني: ما دور فيما تستعمل العلاقة الرياضية؟ إذن العلاقة الرياضية المعطاة V تساوي 4 على 3 R تكعيب في P تستخدم لحساب حجم أي جسم كروي. بعد ذلك يقول: إذا كان القطر كذا فما هي التدريجة التي، إذا كان قطر هذه الكرية، معذرة، ثالثا إذا كان قطر هذه الكرية هو D يساوي 2 سنتيم فكم يكون حجمها؟ هنا سنطبق العلاقة تطبيقا مباشرا: V إذن حجم الكرية المعدنية V يساوي 4 على 3 في 1 تكعيب، إذن من خلال القطر 2 سنتيم استخرجنا نصف القطر وهو D على 2 يساوي R يعني 1 سنتيم، نكعبها يعني نضرب هذا الواحد في نفسه 3 مرات، أي وبما أنه واحد لن يؤثر، ضربته في 3 مرات أو في 1000 مرة يبقى نفسه. إذن ثم نضرب في ثابت البي ألا وهو 3.14 أو 7 على 22، إذن تصبح العلاقة بالكامل هي V يساوي 4 على 3 في 1 مكعب في 3.14. هنا نسينا إشارة الضرب بين الواحد و 3.14، إذن نحسب فنجد V يساوي 4.18 سنتيمتر مكعب أو مليليتر، نفس القيمة.
إذن هذا بالنسبة لحساب الحجم بالعلاقة الرياضية. قال: من أجل التحقق وضع كمية من الماء في المخبار المدرج. حجم هذه الكمية V صفر من المفروض يساوي 60 مليلتر، يعني 60 سنتيمتر مكعب. ثم غمر الكوريا في الماء الموجود في المخبار برفق. فما هي التدريجة التي يستقر عندها السطح الحر للماء بعد غمر الكوريا؟ إذن التدريجة التي سيستقر عندها سطح الماء بعد وضع الكوريا فيه هي من خلال العلاقة. إذن لدينا V2، V2 هي القراءة النهائية، يعني حجم الماء مع الكوريا. V2 يساوي V0 أو V1 زائد V1. V0 هو حجم الماء لوحده الذي أعطي لنا في المعطيات أو في السند الأول ويساوي 60 مللتر، زائد V1 هو حجم الكورية الذي وجدناه بالعلاقة الرياضية، بتطبيق العلاقة الرياضية، وهو 4.18. إذن 60 زائد 4.18 سيستقر الماء عند العلامة V2 تساوي 64.18 سنتيمتر مكعب. إذن هذا بالنسبة للتدريجة التي سيستقر عندها السطح الحر للماء بعد وضع الكورية معه. نمر إلى الوضعية الثانية. يقول: غرفنا بوعاء كمية من ماء البحر فوجدناها تحتوي على مواد صلبة، بعضها يترسب في القاع والبعض الآخر يطفو على السطح. المطلب الأول: ما نوع هذا الخليط؟ علل كيف يتم فصل هذه الأجسام الصلبة. إذن هذا الخليط هو خليط غير متجانس، نعلل لأنه يحتوي على مكونات يمكن تمييزها بالعين المجردة. بعد التخلص كيف يتم فصل هذه الأجسام الصلبة؟ إذن فيمكن فصل هذه الأجسام الصلبة على مرحلتين. المرحلة الأولى تتمثل في التركيد أو الترسيب، وذلك بالنسبة للأجسام الأكبر كثافة فتعزل عن الماء بهدوء وبرفق. ثم المرحلة الثانية تأتي مرحلة الترشيح بالنسبة للأجسام الأقل كثافة العالقة والتي تطفو على سطح الماء. يقول: بعد التخلص من هذه المواد الصلبة قمنا بقياس حجم الماء فوجدناه V يساوي 1 لتر وكتلته فوجدناها 1032 غرام. ما طبيعة الخليط في هذه الحالة؟ علل إجابتك. إذن الماء الناتج بعد ذلك، يعني بعد فصل المواد الصلبة، هو خليط متجانس، ويمكن أن نعتبره محلولا مائيا لأنه يتكون من مذيب ومذاب، حيث أن المذيب هو الماء والمذاب هو الملح. يقول: كيف يتم فصل الأملاح المنحلة في الماء؟ لماذا هو خليط، أو ما هي طبيعة الخليط؟ قلنا هو خليط متجانس. لماذا هو خليط؟ لأنه يحتوي على مكونات لا يمكن تمييزها بالعين المجردة، ألا وهي المواد المذابة فيه. كيف يتم فصل الأملاح المنحلة فيه؟ يتم فصل الأملاح المنحلة في الماء بطريقة التقطير. بعد ذلك يقول: ما طبيعة الماء الناتج بعد فصل الأملاح عنه؟ هل يكون صالحا للشرب؟ علل إجابتك. إذن فالماء الناتج بعد عملية التقطير هو جسم نقي، وهذا الماء غير، أو الماء النقي غير صالح للشرب. لماذا؟ لأن الماء النقي خالي من الأملاح المعدنية، والأملاح المعدنية كما لا يخفى هي ضرورية للكائن الحي. هنا لاحظ بأننا ذكرنا الحجم والكتلة ولم نوظفهما، يعني كان من المفروض نضيف سؤالا خامسا: كم ستكون كتلة الماء النقي بعد فصل الأملاح منه؟ إذن بما أن الماء النقي كتلته الحجمية هي 1 غرام على السنتيمتر مكعب،
بمعنى أن لتر منه كتلته 1000 غرام، وبالتالي سيكون كمية الأملاح التي كانت مذابة تساوي 32 غرام، والباقي هو كتلة الماء ويساوي 1000 غرام. إذا نمر إلى الوضعية الموالية، الوضعية الإدماجية. يقول: في بداية الموسم الدراسي أعلن الفريق التربوي لمؤسستكم عن تنظيم مسابقة تربوية علمية هدفها الارتقاء بالمستوى الخلقي والعلمي لرجال ونساء الغد، حيث رصد الفريق جوائز فردية قيمة لأفراد القسم الفائز بالمرتبة الأولى، وجائزة جماعية للقسم تتمثل في كأس فضية، ووضع لذلك معايير دقيقة تتمثل في الهندام اللائق المتمثل في اللباس وتسريحة الشعر والنظافة، ثم الحفاظ على نظافة وسلامة ممتلكات المؤسسة، ثم معدلات لا تقل عن 10 من 20. فكان لقسمك السبق في الحصاد، يعني حصل على المرتبة الأولى، وكرمتكم المؤسسة أو كرمكم الفريق التربوي فرديا وسلمكم الكأس الموعود. ما هي المهام المطلوبة في هذه الوضعية؟ أولا، ما هو الهدف الذي يسعى الفريق التربوي لتحقيقه من خلال هذه المسابقة؟ ثانيا، ما هي المعايير التي وضعت للتقويم من طرف الفريق التربوي؟ ثالثا، اقترح بروتوكولا تجريبيا يمكنك من التأكد من نقاوة معدن الكأس التي فزتم بها، هل هي من الفضة أم لا؟ إذن كما ورد، نقرأ نص الوضعية بتمعن لنستخرج الهدف المنشود من هذه المسابقة، وهو واضح في السطر الأول في العبارة المسطر عليها: الارتقاء بالمستوى الخلقي والعلمي لرجال ونساء الغد. إذن الهدف المنشود من هذه المسابقة هو بلوغ هذا النشأ مستوى علمي وخلقي راق. فما هي المعايير التي وضعها الفريق التربوي لتقويم هذا الفعل، لتقويم هذا العمل؟ إذن كما ورد، وضع 3 معايير واضحة. إذن فمعايير تقويم هذا العمل تتمثل في الهندام اللائق من لباس وتسريحة شعر محترمة لائقة، ومن الحفاظ على نظافة وسلامة الممتلكات العامة للمؤسسة. ثالثا، تحصيل علمي لا يقل عن 10 من 20، بمعنى لكي يفوز القسم بهذه المسابقة فلا يحصل أي تلميذ في القسم على معدل يقل عن 10. إذن هذه المعايير التي وضعت. ثم يقول: اقترح بروتوكولا تجريبيا يمكنك من التأكد من نقاوة معدن الكأس.